تحية الوطن، تحية جمهورية مصر العربية الطبعة الأولى في قناة دريم، وهذا أحمد المسلماني يحييكم، السلام عليكم. هذا الرجل أعظم تلاميذ إسحاق نيوتن، العالم الكبير إسحاق نيوتن، بعد كده العالم الكبير ألبرت أينشتاين، الاثنين من أشهر العلماء في التاريخ. إسحاق نيوتن البعض بيعتبره أعظم العلماء على مر العصور. إسحاق نيوتن صاحب قانون الجاذبية وقوانين علمية عديدة، البعض يعتبره أبو العلوم المعاصرة. هذا الكلام بمناسبة رحيل رجل عظيم وبطل قومي أسطوري، اللواء باقي، اللي كلنا تابعنا خبر الوفاة والجنازة، اللواء باقي زكي يوسف، اللي هو أحد أساطين وأساطير حرب أكتوبر المجيدة. ما الذي يربط اللواء باقي زكي بإسحاق نيوتن؟ هو إنه تلميذ عظيم تفهم نظريات وقوانين إسحاق نيوتن ثم طبقها في تدمير خط بارليف. هذا المهندس العظيم، مهندس تدمير خط بارليف، هو اللي استخدم هذه القوانين وأعمل فكره وذهنه حتى توصل إلى هذه الفكرة الأسطورية، كيف نهدم خط بارليف اللي كان التقدير العلمي لا تهدمه إلا قنبلة نووية. اللواء باقي هو مهندس خريج هندسة عين شمس المرموقة، بعد كده انضم إلى القوات المسلحة وأصبح ضابط مهندس، وحظي بشرف العمل في السد العالي لمدة 4 سنوات. فاشتغل في السد العالي من دراسته الهندسة في كلية الهندسة جامعة عين شمس المرموقة، ومن خبرته في العمل في السد العالي توصل إلى فكرة تدمير خط بارليف باستخدام مضخات المياه القوية واستعمال قوانين إسحاق نيوتن. صدمة في مصر لرحيل هذا البطل العظيم اللواء مهندس باقي يوسف. الحكومة نعت الراحل الكبير، البرلمان وقف دقيقة حداد، الشعب المصري كله ينعي رحيل هذا البطل الذي سيبقى في قلوبنا جميعا. لولا هذا الرجل لتغير مسار الصراع العربي الإسرائيلي، لولا هذا الرجل لكانت حرب أكتوبر أصعب كثيرا. كلنا 100 مليون مصري مدينين لهذا العبقري من تلاميذ إسحاق نيوتن، اللواء باقي زكي يوسف، وكذلك الأمة العربية بكاملها. اقتصاد تركيا 2018 أين وإلى أين؟ كلنا بنتابع الانتخابات التركية، لكن الموضوع المهم هو موضوع الاقتصاد. السياسة في النهاية اقتصاد، ماذا يقول الاقتصاد؟ ده القول الفصل في أي وطن وأي بلد. الاقتصاد في تركيا طبقا لمراكز دراسات عديدة مر بمرحلتين كبار، مرحلة الازدهار ثم مرحلة التراجع والانكسار. الرئيس رجب طيب أردوغان تولى السلطة في تركيا وحزبه عام 2002، ولما تسلم السلطة كانت تركيا دولة بائسة، مشاكل كتيرة جدا، فقر كتير جدا، تبدو كمان بلد بلا أمل، إلا أن الرئيس أردوغان نجح في الحقبة الأولى اللي هي 10 سنوات من 2002 ل 2012، البعض بيقول من 2003 ل 2013، أنه يعمل ازدهار كبير جدا في تركيا. متوسط دخل الفرد كان 3500 دولار في السنة، بقى نتيجة النجاح الكبير للتجربة الاقتصادية 10000 دولار ثم 11000 دولار في السنة. اسطنبول كانت مدينة عادية، مشاكلها كتيرة جدا، بقت مدينة حديثة وجميلة للغاية. السياحة في تركيا كانت محدودة، بقت السياحة كتير جدا في تركيا. الاستثمار كان محدود، ما كانش حد بيروح يستثمر في تركيا. الاستثمار في تركيا زاد جدا جدا، الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وبقى في ثقة كبيرة جدا في البنوك الأوروبية والمؤسسات المالية الدولية، إن أي قرض تطلبه شركة تركية
تاخد هذا القرض على الفور. فاستثمارات وقروض وانتعاش كبير اقتصادي، وزي ما قلت لحضراتكم ان ده ادى الى معدل النمو زاد، تضخم تراجع، عجز الموازنه تقلص، وبالارقام المباشره لاي مواطن في تركيا من 3500 دولار في السنه الى 10 و 11000 دولار في السنه. دي حقبه الازدهار 10 سنين حتى 2012 2013. ثم بدات حقبه الانكسار. الرئيس اردوغان تجاوز السياسه المعتاده، وبدا يدعم جهات متطرفه وجماعات ارهابيه، ويتصور ان كل هذه المنطقه ممكن تكون تابعه لتركيا لاي سبب، وتصور ان هو زعيم لهذه الامه او انه سلطان على هذه المساحه الجغرافيه الكبيره، ومد ايده في ايد جماعات متطرفه عديده في العالم العربي والشرق الاوسط، وتدخل في اكثر من دوله في هذا المحيط، واصبحت مشاكل تركيا كبيره ومشاكل هذه الدول ايضا بتدخل تركيا مشاكل كبيره. محطه دويتش فيلا نشرت تقرير مهم بتقول فيه ان اردوغان هو الموضوع، اردوغان سبب النجاح واردوغان سبب الانكسار، اردوغان سبب الصعود واردوغان هو ايضا سبب الهبوط. وبعد ما كان عنده شعبيه حقيقيه كبيره مش مجرد انتخابيه، أصبح دلوقتي في انقسام في تركيا وملايين ضد أردوغان، والسلطة مش معيار وحيد، ولا النجاح في الانتخابات أو غيرها معيار وحيد لشرعية السلطة. المهم طبق تقرير دويتش فيلا إن سنوات الانكسار بدأت طبقا لتعبير المحطة بدعم أردوغان للجماعات الإرهابية. المؤشرات كلها تغيرت تماما. الاستثمارات الأجنبية الكبيرة والضخمة اللي أنعشت تركيا بهذا الشكل تراجعت جدا جدا، بقت تخرج الاستثمارات من تركيا، وتوقف تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى تركيا حتى الأتراك الأغنياء. طبقا لدراسة لمؤسسة اقتصادية في جنوب إفريقيا عن الاقتصاد التركي، 12 ألف مليونير تركي تركوا تركيا السنة اللي فاتت 2017. إذن في 2017 نسبة كبيرة مش بس من أثرياء أو شركات أوروبا وأمريكا، إنما حتى أثرياء تركيا، 12 ألف مليونير تركي غادروا تركيا نهائيا في 2017. لسه 2018 وفيما بعد نشوف الأرقام هتبقى إزاي. التضخم اللي كان تراجع تضخم حضراتكم معناه إن زيادة في الأسعار، يعني معنى التضخم نهاية المطاف زيادة في أسعار كل السلع. فالتضخم اللي كان تراجع وحياة المواطن كويسة جدا، بدأ التضخم يزيد جدا جدا، وبقى في مشكلة بين أردوغان والبنك المركزي، يعلوا الفايدة في البنوك ولا ينزلوا الفايدة في البنوك. والليرة فقدت في 3 سنين 50% من قيمتها مؤخرا حوالي 20%، انما اجمالي خسائر الليره التركيه اخر 3 سنين 50% من قيمه العمله التركيه في مواجهه الدولار. في نفس الوقت السياحه كانت منتعشه جدا جدا في تركيا، دلوقتي تراجعت السياحه في تركيا، السياحه العربيه والسياحه الغربيه والاسيويه ايضا. والمنتجعات اللي كانت مزدحمه جدا، منتجعات تركيا اللي كانت مزدحمة جدا جدا بالسياح لم تعد مزدحمة بالسياح كما كان. وكل شوية بنلاقي ان في حادث ارهابي في تركيا من انقرة الى اسطنبول. اذا الخريطة الاقتصادية في تركيا تبدلت تماما من حال الى حال مضاد، من استثمارات ضخمة الى استثمارات ضعيفة، من بطالة محدودة الى بطالة تصل الى 20% بين الشباب، من كبح جماح التضخم إلى تضخم منفلت، من عملة قوية إلى عملة فقط 50% من قيمتها، من سياح كتير جدا ملهمش أماكن إلى انحصار السياحة في المنتجعات، من أثرياء من كل العالم بيروحوا تركيا إلى 12 ألف ملياردير 12 ألف مليونير غادروا تركيا إلى الخارج. ده كله مع سمعة لتركيا لم تكن موجودة،
كانت تركيا الدولة الرائعة الجميلة اللي لها جاذبية كبيرة في العالم ولها سمعة طيبة في كل دول العالم تقريبا، إلى دولة دلوقتي تتهمها دول عديدة بدعم الإرهاب، ودولة متورطة حقا في دعم جماعات إرهابية عديدة، وهز أنظمة سياسية في العالم العربي، وهز الدول في المشرق العربي وحتى في المغرب العربي اتهامات لوجود تركي مؤثر كما في ليبيا، مؤثر سلبا على الاستقرار في هذه الدول، من دولة يحبها الجميع تقريبا إلى دولة متهمة بدعم الإرهاب، اقتصادها انتقل من الازدهار إلى الانكسار، ونفس القيادة اللي عملت الازدهار هي نفس القيادة اللي بتعمل حياة الانكسار. المجتمع الدولي بيقول ان في قلق على مستقبل تركيا، ورغم ان الرئيس اردوغان بيقول ان 7% هو معدل النمو السنة اللي فاتت 2017 وده اكبر من اي معدل نمو في اوروبا، الا ان الخبراء بيقولوا ده كلام مش دقيق ونسبة مبالغ فيها، وحتى صندوق النقد الدولي كان بيقول ان معدل النمو هينخفض ل 5%، رجع وقال هينخفض الى 4% 2018-2019. اذا معدل النمو يتراجع، العملة تتراجع، البطالة تزيد، التضخم يزيد، عجز الموازنة يزيد. ضف اخيرا بقى في هذا التحليل ملف القروض. تركيا كان عليها قروض محدودة، انما دلوقتي القروض بقت صعبة جدا. تخيل ان تركيا عليها قد ايه؟ عليها 500 مليار دولار ديون القطاع الخاص لبنوك أجنبية أغلبها أوروبية. لو ضفت 100 حكومية يبقى عندك ديون تركيا الإجمالية 600 مليار دولار. يعني قربنا على ديون تقارب 3/4 تريليون دولار، وده رقم مخيف جدا جدا. لأن لو استمر أداء الاقتصاد التركي، ناهيك بقى عن موضوع قوة أردوغان، ضعف أردوغان، الحزب الحاكم مش الحزب الحاكم، كل ده سياسة، بنتكلم بقى عن الاقتصاد اللي هو هيحسم تطورات السياسة في تركيا بغض النظر عن أي معارك انتخابية. الاقتصاد إنه استمر تراجع الاقتصاد التركي على هذا النحو، ممكن في المستقبل تعجز تركيا عن هي تسدد الديون وتخش في دوامة انهيار اقتصادي للأسف الشديد. هنا نهاية القول إنه شيء مثير للغاية إن نفس القيادة اللي عملت هذا الصعود هي بنفسها بتشطب بأسيكة على مرحلة الصعود، وهي نفسها اللي بتنهي هذه المرحلة وتدخل إلى مرحلة من الإخفاق والتراجع والفشل الشديد. تركيا في مأزق اقتصادي ومفترق طرق، إما أن تعود إلى ما كانت عليه، وإما أن تواجه مشكلات يقول الجميع أنها قد تصبح كارثية. كسرت الشرطة كأس العالم ففوجئت بما في الداخل. في الأرجنتين فوجئت الشرطة أن في نماذج لكأس العالم بيبيعوا هذه النماذج، هي نماذج كتير جدا بيقبلوا عليها أثناء المونديال، فمونديال روسيا 2018 النماذج دي بتتباع في الأسواق في الأرجنتين. الشرطة فوجئت وهي بتعمل تحريات إن كؤوس العالم ديت جواها مخدرات كوكايين وأنواع أخرى من المخدرات. المخدرات في الأرجنتين شيء مذهل جدا، تحس إن هم علماء مخدرات مش تجار مخدرات. يعني مثلا في الأرجنتين قبل كده استخدموا الحمام الزاجل في ان هو يوصل المخدرات للسجون، فيدربوا الحمام الزاجل ان ازاي يشيل صندوق صغير فيه المخدرات او رسائل مع المخدرات تصل الى السجون لغايه الشرطه ما توصلت الى هذا المجرم الجديد. ايضا علماء المخدرات دول اللي هم اذكياء جدا لكن مجرمين استخدموا ايضا مدافع عبر الحدود كأنها معركة عسكرية، مدافع لكن طلقات المدافع ديت فيها مخدرات. وطبعا ده كان مثار اهتمام صحافة العالم حين كشفت الشرطة عن هذا الأمر. في قضية شهيرة لاتهام وتواطؤ أشخاص في الشرطات المحلية في الأرجنتين
مع تجار المخدرات تم الحكم على بعض افاد الشرطه بان هم يغادروا مواقعهم، لان هم في احدى القضايا قدموا تقرير ان الفئران اكلت 600 كيلو جرام من المخدرات، والقاضي قال في القضيه ديت ان مستحيل بدون وجود فأر نافق، وان ده معناه ان هم تواطؤوا مع العصابات. كل شويه تجد قصه غريبه ومثيره تجاره المخدرات في الارجنتين، في المدارس لانه بعض تجار المخدرات بيستهدفوا حتى صغار السن. في مدرسه قالت لازم تكون الشنطه المدرسيه شفافه علشان تبين ما بداخلها وان التلاميذ يخضعوا للتفتيش. ايضا هذه الايام زي قلت لحضراتكم الموضوع بقى كؤوس العالم، لما هنشوف بعد قليل في فيديو بثته محطه روسيا اليوم هنفاجئ انه فعلا كاس العالم تماما اللي هو النموذج لكاس العالم، وان حد يروح يشتريه لا يشك اطلاقا، وبعدين تكسر كاس العالم ده تلاقي ان هو التجويف بالكامل ممتلئ بالمخدرات. اذكياء للغايه لكنهم مجرمون جدا.